انا عن نفسي ما بحبش الاذيه، بس في بعض الاشخاص كده بيجبرونا لله في الله ان احنا نضايقهم او نعاقبهم. هو ده موضوع حلقتنا، يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا، مساء التفاؤل. بعتذر عن تاخر الحلقه، يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه. اللي ما اشتركش في القناه محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك يشترك، وكمان الانستجرام والفيسبوك. انتوا بتسالوا انت بتجاوب على اسئلتنا فين؟ على الانستجرام والفيسبوك لايف كل ليله، اشتركوا فيهم من رابط او وصف الفيديو او التعليق المثبت، يعني هتلاقوا الروابط دي. تعالوا بينا كده نبتدي ناخد برج برج من معرفتنا بيه وبخبايا اقصى حاجة على نفسيته وشخصية البرج ده. الحمل اللي هو برجي للاسف مضطر ان انا اكشف السر اللي ما بحبش اقوله ده. اكتر حاجة تضايقنا بصراحة هم حاجتين مع بعض، الغيرة والانتقاد. بكلمكم بجد، واي حد حمل على فكرة بيتفرج عليا دلوقتي يقول لي يا انت غلطان يا انت صح. انا بحب المشاركة وبقرا كل تعليقاته. لو انت انثى مرتبطة بينا بس خليكي واعية عشان ما تخسريناش، يعني بس احنا متهورين حبتين. يعني لو هتخلينا نغير خلينا نغير من غير ما نمسك عليكي حاجة، او خلي الغيرة بتاعتك بشكل غير مباشر. اقسم بالله ممكن تجيب لنا، يعني مش عايز اقول لك ايه، تخلينا بنلف حوالين نفسنا كده، او انتقدينا برضو بشكل ذكي. يعني ما نقدرش ان احنا ننكر ان العيب ده فينا. الحاجتين دول على برج الحمل الناري بيشعللوه، بيخلوه كده ممكن يقولوا السكر والضغط عادي يعني، وممكن اكتر من كده. فتوكلي على الله بقى، يعني انت وقلبك وقساوة قلبك. طبعا يعني هو العقاب غالبا بتبقى انثى هتعاقب رجل او العكس، يعني غالبا مش هيبقى رجل هيعاقب رجل الا في حالات نادرة. اما برج الثور، انا قلت قبل كده العند هو يعني ان انت هو يقول حاجة وانت ما تعملهاش، او هو يؤمر حاجة وانت ما تنفذهاش، او ان انت تعلقه بيك وتختفي، لانه برج ما بيعرفش ينسى. مش هو مش برج هوائي، يعني النسيان عنده عالي، او بدرجات نلاقي ان برج الطور ما بيعرفش ينسى الحاجة اللي بيتعلق بيها. علقه، اختفي فجأة، ارجع تولعه تفكير، اقصى عقاب عليه لا ياكل ولا يشرب ولا ينام. وعنده كده حاول تعمل حاجة، يعني هو يقول لك ما تعملش دي وتعالى اعملها، بس ما تأفورش قوي يعني عشان ما تزعلوش منك قوي. برج الجوزاء بيحب ينطلق براحته ومحدش يقول له انت فين ورايح فين وجاي منين. كل ما تخنقه وتضيق المساحة عليه او تضيق الخناق عليه كده بالظبط، انت يعني قاسي قوي في معاملتك مع برج الجوزاء. وكل ما انت معاك صلاحيات تقدر تعمل كده، كل ما هتقدر ان انت تعذب البرج ده وتضايق البرج ده. يلا نخرج، لا يلا مش عارف نعمل ايه، لا إيه كده، ضيق الخناق عليه. يعني برج الجوزاء من الابراج رجل او امراه اللي عايزه مساحات كبيره قوي وعايزه انطلاق لابعد ما يكون. كل ما انت تقصقص له جناحاته كل ما هو ما يعرفش يطير يتخنق اكتر. نسيت اقول لكم، يا ريت لو شايفين الحلقه دي مهمه، وانا اعتقد ان هي مهمه، ده بتجاوب اسئله كتير قوي، تدوسوا لايك عشان تنتشر لاكبر عدد من اصدقائنا. شايفين العكس ادونا ديسلايك، بس يهمني السبب عشان لو عندي مشكله اشتغل عليها، احنا عيلة واحدة. اما برج السرطان المائي، يعني برج السرطان حساس اوي، والمشاعر بالنسبة له بتمثل اهمية كبيرة اوي. زود الجرعة تكسب اوي البرج ده، زود انت جرعة الاهتمام اوي والمشاعر اوي، وتعالى مرة واحدة قلل المشاعر اللي هو اتعود عليها دي، هيموت بالبطيء، هيموت بالبطيء لحد ما انت ترجع وتزود الجرعة تاني. حتى خلي بالك حتى لو ما بانش عليه المشاعر، الاهتمام عامة عند برج السرطان حاجة لا غنى عنها، رجل وامرأة الاتنين على حد السواء. الأسد الناري قريب في كثير من الأحيان من الحمل الناري، هما الاتنين طبيعة نارية وقريبين من الطباع أوي. غيرة، اشعل غيرته أو انتقده، بس خليك ذكي. ولما أقول لك ذكي يعني خليها بشكل غير مباشر، اللي بيجيد فيها في اساليب الغير مباشره تلاقي ابراج كده معينه بتجيد فيها على راسهم، مثلا العقرب والميزان، عشان كده بتبقى حاجه مميزه في شخصيتهم. لما بنيجي نتكلم تجننه ويلف برضه حوالين نفسه. العذراء، هو بيبحث عن الكمال. ما احنا لما بنقول لك ازاي تعاقب كل برج ما بنجيبش كلام وخلاص، احنا عارفين صفات البرج ده وبيحب ايه وبيكره ايه، فلما نقول لك بنفصل لك اوقات، بس بنحاول نختصر عشان معانا كل الابراج وما نطولش. العذراء عايز الكمال. لو انت تفوقت على برج العذراء اذا انت على طول اشعرته بالنقص، في حاجة، في حد احسن منك اهو، في حد اميز منك اهو يا عذراء، يلي بتدور على الكمال موت بغيظك بقى.
اتجنن. تفوقك عليه دراسيا، اجتماعيا، مهنيا، اي حاجة من الجوانب دي هتخلي برج العذراء يموت بالبطيء، وممكن يحاول ان هو يقلل منك بس هيفشل لو انت كان عندك اصرار يعني. اما برج الميزان تيبيكال يعتبر زي برج الجوزاء، ضيق المساحة معاه، مساحة التعامل، اوعى تكون ابدا كتاب مفتوح. انا بنصحك، وهيبقى نفس الكلام عن برج العقرب، كتاب مفتوح يقلبك او يقفلك ويشوف كتاب تاني غيرك على طول. يعني دايما خلي فيه اسرار وخبايا ومعلومات عايز يعرفها ما هوش عارف يعرفها، وانت وذكائك بقى، انما على طول تندلق كده وتكب اللي جواك استحمل. العقرب تعمل معاه كده برضه وتكون غامض معاه، وكل ما تكون تقيل مع العقرب تشده ليك، تسحبه ليك، تخليه ما ينامش من التفكير فيك. شخصيته كده وطباعه كده، ويحب العمق في كل حاجة، ويحب كل حاجة تدريجيا. يعني انت لو معجبة بولد عقرب وانت معجب ببنت عقرب، ما تنتظرش ان انت بسرعة نظرة فابتسامة فموعد او فمصارحة بالحب، لا، ده انت هتطول بالك وخليه يدرسك ويتعذب. العقرب بيحب كده. قوس الناري يعني بيشترك مع بعض الأبراج الهوائية في النقطة دي، إن أنت تقلل المساحة وتقلل الحدود اللي ممكن ينطلق فيها، تضيق الخناق على برج القوس. ودي كمان لو أنت مثلا يعني بتتعامل مع رجل أو أنت بتتعامل مع رجل من برج القوس، كل ما أنت حتى تعملي ليميت، يعني حد في كلامه معاكي تخنقيه أكتر ويبقى عايز ونفسه ان هو بس ما تزق. يعني يا جماعة، انت في فرق بين واحد عايز يعني يضايق واحد شوية، او شخص عايز يضايق انسان شوية، وشخص عايز يخسره. لو عايز تخسر اي برج من الابراج دي، زود وتمادى في الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي. عايز تفوقه يعني ايه؟ خليك حنين كده وما تطولش، خليك اعمل اللي انا بقول لك عليه ده، بس ما تأفورش قوي عشان ما تخسروش. ضيق الخناق عليه، اضرب بوز، اديله حتة نكد كده، واديله حتة انتقاد، ما هو في الاول وفي الاخر برج ناري، هتخليه بيتنطط وممكن يجيله يعني السكر والضغط عادي برضه، بعد الشر علينا كلنا. برج الجدي من عشاق التحدي، وانا بقول دايما اذا برج الجدي انت تحديته في حاجة وتفوقت عليه او اديته ايحاء ان انت بتتحدى، اصلا ده في حد ذاته عقاب قوي بيخليه ما ينامش الليل. وانا عارف انا بقول ايه، وانا عايز كل حد بيتفرج عليا يقول لي الكلام ده فعلا، واحنا مش معانا كل الابراج ومش اللي بيتفرجوا علينا اكيد احنا بنقول ابراجكم، ما تقولوا لنا يا جماعة وتأكدوا على كلامنا، هل الجدي كده؟ لو حد جدي رجل او امرأة ويقول ايوه فعلا او لا اللي انت بتقوله غلط، هكذا نتشارك مع بعض في التعليقات. يعني الدلو زيه زي الابراج الهوائيه، قلل المساحه ومش هقول لك انتقده، هي ما بتفرقش معاه قوي، او قلل المشاعر برضه، مش دي النقطه الصح. يعني قيد حريه برج الدلو زيه زي الابراج الهوائيه عامه، ومش هقول لك دوس في حكايه الغموض، هي مش فارقه معاه زي البرجين التانيين الهوائيين يعني، او زي الميزان تحديدا. قيد حريته، حط حدود معاه، تجننه، هو عاشق للانطلاق قوي، ما تدلوش اللي هو عايزه. يعني برج الدلو حتى في الكلام، حتى في المعاملة، حتى لو بقول لك نخرج لا مش فاضي، عكنن عليه زي ما احنا بنقول، هو عايز مساحة، ما لقاش المساحة يتخنق، وانت عايز اكتر من كده. المرحلة اللي بعد الخنقة الموت. الحوت اكتر برج في الابراج كلها رجل او امرأة المشاعر بتاعته عليه، تنتقده، تقلل منه، انت كده موت رجل او امرأة على حد السواء. العب على النقطة دي، او تعلقه بيك وتختفي من دون سبب برضو، زي ما هنعمل مع برج السرطان لو انت عايز تعاقبه. بكده انا اديتك سلاح فتاك، صدقني وخلي بالك، لو انت شايف من وجهة نظرك ان الحاجات دي بسيطة، فاحنا مش شكل بعضنا، صوابعك دي مش شكل بعضها الخمسة، بص عليهم كده. يعني اللي ممكن من وجهة نظرك انت شايفه ما يضايقش، للطرف الاخر يضايق ويجنن. اللي نسي يدعم الحلقة بلايك لو شايفها ان هي مفيدة وانت استفدت منها، ادوس لايك لانها هتفيد غيرك وهتوصل له. شايفها العكس يبقى مش عايزينها توصل لحد، اديني ديسلايك بس، قول لي فين المشكلة عشان نعالجها. بحبكم جدا، هتوحشوني، تصبحوا على خير.